الخدمات لليابان وتكرم الاهتمام بحضور السيد الوزراء المحترمين في تشاتشان. مشكورا السيد الوزير. تفضل السيد الرئيس بحضور اعضاء المكتب من الغرفه 46. تفضل. في البداية حقيقة لابد أتقدم باسمي واسم حكومة الوحدة الوطنية بالشكر والعرفان للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على حفاوة الحقيقة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها في بلدنا المغرب. ولأن شوفوا أنتم العلاقة بينكم وبين رجال الأعمال الليبيين والمغاربة كأنها بلد واحد مش بلدين. السيدات والسادة، الأمر يتطلب منا جميعا بذل الجهود وخصوصا الفعاليات الاقتصادية في البلدين لفتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة للتباحث والتشاور حول تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري من خلال تطوير، قلنا النظم القانونية موجودة، راح تبي بس تفعيل وتحديث فقط، تحتاج فيش داعي احنا نمشوا لإجراءات جديدة سهلة. والآن ممكن حتى رجال الأعمال يوقعوا مذكرات تفاهم لتفعيل هذا الأمر، لأن دائما القانون نقوله خلق لسعادة الإنسان وخلق ليس ليعرق. والآن زي ما ذكر وزير التجارة، احنا اقتصاد المنفعة راه بدأ، ما عادش فيه ما ربح تربح، هو هذا الأساس، راه ما عادش فيه حكاية الاقتصاديات القديمة. اليوم اقتصاد المنفعة، واليوم المشكلة انتقلنا للتكنولوجيا، راه الدول اللي ما تمشيش للاستثمار في التكنولوجيا راه لن يكون لها مكان. وأيضا اليوم رجال الأعمال وأصحاب العمل هم المسؤولين على هذا. ممكن الحكومات تتجه للتنمية البشرية، نعم هذا أصبح عنصر أساسي. كثير من دولنا تعتقد زيادة السكان مشكلة، لا مش مشكلة بالعكس، لكن المشكلة وين؟ في إدارة هذه الموارد. وبالتالي هذا هو الأساس اللي احنا نبغي رجال الأعمال وأصحاب العمل يتجهوا له ويركزوا عليه في التنمية البشرية والتكنولوجيا والثورة العلمية النانوية اللي يسموها فيها، اللي هي حتى الذكاء الاصطناعي ممكن تجد صورتنا موجودة وإحنا مش موجودين أصلاً. وبالتالي هذا هو المرحلة اللي يجب أن نهتم به، لأن التطوير هذه قلنا كل النظم بأن الأمر يتطلب تعديلها ويتناسب مع التطورات الحاصلة في العالم، بالإضافة لإيجاد المناخ الملائم الجاذب لفعاليات اقتصادية في البلدين للمساهمة في إقامة تعاون مثمر من خلال المشاريع الاستثمارية، خصوصا مشاريع تحقق الأمن الغذائي. رانا ناسيين الأمن الغذائي والدوائي، وهذا حتواجه دولنا غاية راي هذه مشكلة، وغيرونا حتى السلوك الاستهلاكي. أنا قلت ديما نكرر فيها، اليوم برميل الزيت أغلى من برميل النفط راه، ولكن احنا ما ندوروش فيه، ماشي في مخنا حاجة ثانية، نستهلكوا في زيوت نباتية مستوردة، بذورنا راحت أيضا حتية. فاليوم الأمن الغذائي بدا مهم راه لشعوبنا، خصوصا في ظل الاضطرابات الدولية والعالمية التي تجري في هذا العالم. عليها أولويات الأهداف لكل الدول باعتبارها رافدا من روافد الأمن القومي أيضا. وفي هذا الإطار فإننا نرى أيضا أهمية تفعيل عمل الغرفة الاقتصادية الليبية المغربية المشتركة التي تم إنشاؤها بتاريخ 1990 والمطالب بها تفعيل التعاون بين الجانبين وتبادل كافة الصعوبات وتدليل كافة الصعوبات العقيمة أمام الفعاليات الاقتصادية التي تحد وتعرقل من حركة التجارة البلدية. وين الغرفة حقيقة؟ مجالس الأعمال يعني احنا كنا اليوم قطاع خاص سواء في ليبيا سواء في المغرب. هذه الأذرع اللي بتحرك الحكومات، بتقول وين المشكلة؟ شنو تفعل؟ احنا مجرد بنخدموكم انتم. احنا الوزارات هذه تستنى في رأيكم كيف نفعل وكيف كذا. اليوم احنا طرقنا، انا وزير اخي وزير التجارة، يلا بينا علينا نبدأ. مرينا بالمراحل عدم الاستقرار الآن عليه، هيا بينا للوصول. يا اخوان ما فيش دولة فقيرة، فيه عقل فقير، وخلينا إذا عقولنا مش فقير، إذا علينا دولنا يجب لا تكون فقيرة ولا محتاجة لواحد. أخيرا، وانطلاقا من رغبة دولة ليبيا في توثيق علاقات الأخوة والتأكيد على تعزيز وتطوير التعاون الشامل بين البلدين، فإننا ندعو الأشقاء في المملكة المغربية للعمل معا على إحياء حتى اللجان الوزارية واللجنة العليا وغيرها بحيث نوثق هذه العلاقات. الخطوط الليبية الخاصة، احنا معش دولة الحكومية تنزل في طنجة، او رجال اعمال يكونوا ان شاء الله في طنجة، باعتبارها طنجة هذه مدينة في المملكة المغربية سميتها مدينة الازدهار والنماء. فبالتالي بإذن الله ايضا نتمنى هو هذا الاذن للطيران الليبي الخاص النزول في طنجة او غيرها حسب ما ترى الحكومة المملكة المغربية.
ايضا الخط البحري يجب ندرسوه ايضا النقل، لان البضاعه كيف تنقلها؟ الطيران غالي، اذا لابد ندرسوا الخط البحري، هل هو احنا نبغوا ندروه بطريقه خط اخر، لكن المهم ندرسوا هذه القصه، والسيد الوزير وعدنا انا حيدرس الجانب هذا، وان شاء الله نبغوا البضائع المغربيه تصل ليبيا والعكس. ايضا مستثمرين المغاربه الان كانوا في ليبيا ويجب يرجعوا، وانا نعرف كثير منهم. ليبيا راهي، ليبيا راهي فرصه ذهبيه للاستثمار، سواء استثمار في ليبيا او استثمار العبور لافريقيا. سعيد الوزير، شكرا. الصناعه والتجاره المغربيه. هذا